نحكيه على برودوي اللي هو أتلاس روبو أغريكول. شنو هو أتلاس في الأخر؟ أتلاس هو عبارة على تراكتور ويخدم وحده أوتونوم وإلكتريك. الحاجات اللي يعملهم تراكتور عادي يعملهم أتلاس، كما يقولوا يحرث يداوي أتلاس فاش نجم ونربحه، اللي هو مثلا حتى في الصابة متاعنا الانتليجنس ارتيفيسيال أتلاس نعلموه نقولوا له راو هذية مثلا الثمرة متاعنا هي بوردكي. دونك أتلاس هونيك باش تعدى على لينيا متاع الأشجار متاعنا باش يعرف اللي ثمرة هذيك هي ثمرة البوردكي. كي باش يتعدى عنده الكاميرا متاعه والكابتور متاعه، دونك باش يتعدى هو على لينيا باش ينجم يديتكتي الثمرة هذيك بوردكي ويعمل لنا حتى الحساب متاع قديش من ثمرة في الشجرة متاعنا. دونك هوني الفلاح ينجم يعرف الصابة متاعه قديه. دونك هوني قبل نعرفوا اللي الفلاح كي باش يجي باش يخضر الصابة متاعه كما نقولوا ديما بالعينين، ما عندوش حاجه كما نقولوا انفورماسيون اللي نجم يتركز عليها كي باش يجي معناها باش يتفاهم مع الخضار. دونك هوني اتلاس ينجم يعطيك معناها قداش الصبا نتاعك اللي موجوده في الاشجار نتاعك. دونك هوني كي تجي باش تحكي انت مع الخضار ديجا عندك انفورماسيون تنجم تنيغوسي بها مع الخضار. أتلاس زادا ينجم يربحنا كوم تاع الدويات نتاعنا، نعرفوا احنا الدويات اللي هي غالية. دونك كيفاش باش يربحنا هو أتلاس؟ ناخذ اكزامبل مثلا كيما نقولوا نتاع الخاص نتاعنا. الخاص نتاعنا كي باش داوي انت باش داوي عادي، دونك عندك انت باش داوي كيما نقولوا كعبة الخاص والتربة زادا كيف كيف. دونك هوني الدواء اللي ماشي في التراب هذاك خسارة، تبعته للفلاح هذاك معناها خسارة في الفلاح. أتلاس هوني كيفاش باش يكون معناها؟ عنده ديكابتور كيما قلت لك وعنده دي كاميرا، دونك يعرف كعبة الخس وين بالضبط. أتلاس باش يتعدى على كعبة الخس ليدي اللي فيها كعبة الخس نتاعنا، دونك يعرف كعبة الخس وين، دونك هوني باش يداوي كعبة الخس، دونك باش يعطيك الدوزة الكل باش يجيك في كعبة الخس هذيك. دونك هوني ربحت ديجا معناها الكوم تاع الدواء ديجا هوني باش ينقص لك كعبة الخس هذيك، داويت لك بالدوزة اللي أنت تحبها.